حد يقول ورد في القرآن الإلهي حيوانات الكريمان جدا الشارودين والصارخين، رجاء تفسير معنى العبارة لماذا أطلق على الشارودين والصارخين حيوانات؟ هم أحيانا بيقولوا حيوان، ربما الترجمة الصحيحة كائن حي مش حيوان، لأن كلمة حيوان الناس بيسموها بمعنى إنه من الدواب أو حاجات زي كده، لكن هم كائنات حية. برضه كلمة حيوان ترجمة مش دقيقة، لأن دول ملايكة، ملايكة من ضخمة الكروبين والصارخين ملايكة، فالملايكة كائنات حية لكن مش حيوانات، يعني عايزة تشوفها في الكتاب.